الحلقات الخامسة من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان 2024 جذبت انتباه الأطفال بشكل كبير، خصوصا مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، وكمان مسلسل نور والكوكب السعيد، ومسلسل الثالث اللي هو سر المسجد. تعالوا نشوف تقرير مع حضراتكم وملخص للحلقة الخامسة من المسلسلات دي. الحلقات الخمسة من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في رمضان 2024 شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل سر المسجد، شهدت أحداث الحلقة محاولات الفيروس غلباوي للاستيلاء على الساعة الرقمية المملوكة لسيف بعد أن تنازل عنها لصالح التاجر للحصول على الرمز وإعادته للمسجد. ووجه صلاح شيخ المسجد الكبير سيف لأهمية الوضوء الصحيح، مستعرضاً قصة الحسن والحسين عليهما السلام حين أرادا تعليم رجل مسلم الوضوء الصحيح. وعلى الجانب الآخر ظهرت شروق اللي بتحاول القضاء على الفيروس غلباوي في محاولة لاستعادة الفيروس نشاطه. أيوة شروق، اللي كنت السبب إن باباها تاب وبقى قاعد في البيت عاجز وحزين بسبب أفعالك الشريرة. وكمان أنت السبب في ضياع المواد العلمية اللي قايم عليها تطبيق المسجد، علشان كده أنا هنا وهمسكك وهرجع المواد العلمية مرة تانية. الحلقة الخامسة من مسلسل يحيى وكنوز 3 شهدت أهمية عمل الفيديوهات اللي بتشرح التاريخ المصري، وقال يحيى إن الكل لازم يفتخر دايماً إنه مصري، وله جدود ضحوا بحياتهم عشان يبقوا مصريين. المصري طول عمره محافظ على عاداته وتقاليده وثقافته وحضارته ومعتقداته، بسيط ومسالم وعاوز يعيش مبسوط، يبدع في عمله ويتطور فيه. أما مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد فشهدت أحداث الحلقة الخامسة منه حديث الضابط ليحيى ورامي والكائن الفضائي، وبيقول لهم إنه لا يصلح عمل محضر باختفاء زهرة إلا بعد 24 ساعة، ورد عليه يحيى بأنها كانت متواجدة معاهم واختفت. قصدها أكيد اتخطفت، لأن مفيش مكان تروح فيه. زي ما حضرتك شايف الجبل الناحية دي والغابة الناحية التانية، والمكان كله مكشوف. بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل نورة بحديث والدة نورة معاها، وبتسألها عن اللي حصل لها، فردت عليها بأنه جالها رسالة من رقم غريب بتقول لها إن اللي نشر فيديو خسرتها في البطولة واحدة من صديقتها. وهنا شكت نورة بأنها صديقتها جميلة، فواجهتها بالموضوع ونكرته. هارد لك يا نورة، إن شاء الله تكسبي الماتش الجاي. كنت استنيت اعتذر لك في البيت وخلاص.